نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. رأى رجل في المنام أنه يمشي في غابة، وفجأة سمع صوت عدو سريع. التفت الرجل إلى الخلف إذ به يرى أسدا مخيفا ينطلق نحوه بسرعة، فأخذ الرجل يجري بسرعة والأسد وراءه. وعندما أخذ الأسد يقترب منه، رأى الرجل بئرا قديمة، فلما أشرف عليها وهم بالنزول إليها رأى حية عظيمة قد برزت أنيابها، فازداد خوف الرجل وصار يفكر ماذا يفعل. أمامه ثعبان خطير وخلفه أسد مخيف. وأثناء هذا التفكير رأى شجرة فإذا بغصن منها يتدلى إليه. قفز الرجل وتعلق به، إلا أن مصيبة جديدة بدت له عندما نظر إلى الغصن، فقد رأى فأرين، أحدهما أبيض والآخر أسود، يقرضان الغصن ليوقعاه. فازداد خوف الرجل، فهو مهدد بالسقوط عن الشجرة، وسيتلقاه إما الأسد وإما الأفعى. وبينما كان يتأرجح على الغصن، وقع نظره على خلية نحل، فمد يده يتذوق من عسلها، ثم أخذ لعقة ثم أخرى، ومن شدة حلاوة العسل نسي الرجل الموقف الذي هو فيه، نسي الأسد والثعبان والغصن والفأرين، وانشغل بالعسل ولذته. ومع مرور الوقت انقطع الغصن وسقط الرجل، فانقض عليه الأسد ونهشه نهشا، ثم ألقاه في البئر. فابتلعه الثعبان. حينها استيقظ الرجل من النوم. مشاهدي قناة مدني والتواصل الاجتماعي، حقيقة الدنيا كحلم يعيشه الإنسان، ومن انشغل بملذاتها وشهواتها الزائلة يكون كذلك الرجل الذي انشغل بلذة العسل عن المخاطر المحيطة به، وهو كنائم غافل عن حقيقتها، وبمجيء الموت سيستيقظ منه. إخواني، علمنا من هذا الحلم أن الغابة هي الدنيا، وأن الأسد المخيف هو الموت الذي يلاحق الإنسان، أما البئر التي فيها الثعبان فهو القبر الذي سيأتي بعد الموت، وأما الثعبان الكبير فهي الأعمال السيئة، أما الفأران الأبيض والأسود فهما الليل والنهار، وأما الغصن فهو العمر الذي يقرضه الفأران حتى يدنياه من الموت، وأما خلية النحل فهي ملذات الدنيا الزائلة التي تشغل الإنسان عن الأسد أي الموت، وعن البئر أي القبر، وعن الثعبان أي جزاء الأعمال السيئة، وعن الفأرين الأبيض والأسود أي الليل والنهار. لكن الفأرين الأبيض والأسود أي الليل والنهار يقرضان عمره سويا، وهو يراهما حتى يدنياه من الموت. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.